الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا الان اليوم ان شاء الله بنغادر البلد هذه، لكن وقفنا على منزل من الاف بل مئات من الالاف المنازل البسيطة اللي الناس حقيقة تعيش فيها تحت الشيار، وتحت تشوف صورهم مجموعة من الايدان، شوفوا ساحة البيت، شوفوا غرفة واحدة عبارة عن غرفة واحدة، الله يعيننا مساكين، شوفوا ينام الاولاد تحت هذا الحريش ومفتاح خراب مسألة يعلمها إلا الله. شوف هذا، شوفوا هاي الغرفة من داخل، شوفوا يا جماعة هاي الغرفة من داخل كيف مأساة، شوف ملابسهم كيف معلقة وما تقدر توقف، وفي شوفوا أطفال دخل دخلوا، شوفوا هذي أطفال نايمين تحت، صورها أنت، شوف عن الناموس الأطفال نايمين، شوفوا كيف الله يعينهم، الله يعينهم، الله يكون عونهم بالصلاة. اخواني مثل هؤلاء حقيقه يستحقون الدعم، هم باشد الحوجه، والله يعني لا استطيع ان اعبر، اشكركم جزاكم الله خير.